أهلا وسهلا بكم في ملتقى الميزانية 2025 وجلستنا الثانية التي تسلط الضوء على دعم الميزانية للخدمات الأساسية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة بما ينعكس على حياة المواطنين ويحقق تطلعات البلاد. في هذه الجلسة سنناقش الدور المحوري للخدمات الأساسية في قطاعين مهمين هما قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع التعليم، وسنستعرض أبرز المنجزات التي حققت حتى الآن والخطط المستقبلية التي تعكس الطموحات الكبيرة لهذه القطاعات المهمة. نحن اليوم أمام فرصة قيمة للاستماع إلى أصحاب المعالي ضيوف هذه الجلسة حول كيفية مساهمة هذه الخدمات في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. لعلي أبدأ الرحلة مع معالي المهندس أحمد الراجحي. صباح الخير معاليك. خلينا يمكن نبدأ في منظومة الموارد البشرية والحديث هنا عن تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتأثيرات المنظومة اليوم المباشرة على فئات كبيرة بالمجتمع مثل المواطنين وأصحاب العمل. كيف تصفون رحلة المنظومة حتى الآن؟ وما هي أهم الإنجازات التي حققت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعاً ودي الحقيقة أوجه الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على الدعم اللامحدود اللي الحقيقة حصلنا عليه في منظومة الموارد البشرية وفي كل الجهات الحكومية. وأيضاً بودي أن أشكر شكر جزيل أيضاً الزملاء في وزارة المالية، معالي وزير المالية وفريق العمل في وزارة المالية على العمل الرائع والاحترافي لتنظيم هذه الملتقى. والجواب على سؤالك أخوي جمال، إحنا في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نساهم بثمانية برامج من 11 برنامج من برامج الرؤية. تساهم المنظومة بثمانية من برامج الرؤية 11، وأيضا لدينا 16 استراتيجيات قطاعية. فلذلك المنظومة هي الحقيقة لديها ملفات كبيرة في الرؤية. ومن إنجازات المنظومة والحكومة بشكل عام، الحمد لله في هذا العام تحقق نسبة بطالة كلية. كنا في عام 2018 نسبة البطالة الكلية 6%، اليوم ولله الحمد وصلت نسبة البطالة الكلية 3.3%. ونسبة بطالة السعوديين كانت في عام 2018 12.8%، اليوم ولله الحمد وصلت إلى 7.1%. وكما يعلم الجميع مستهدف الرؤية أن نصل إلى 7% بطالة للسعوديين في عام 2030. وصلنا لهذه النسبة قبل الموعد بست سنوات، ولذلك سمو ولي العهد وجه بأن تراجع هذه النسبة. واليوم لدينا طموح آخر أن تصل نسبة البطالة للسعوديين 5% بعام 2030. أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة، رغم أن اليوم ما أشوف نساء كثير في القاعة، ولكن مشاركة المرأة أكثر بكثير من المشاركين اليوم في القاعة. وصلت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية 35%. كان هدف الرؤية أن نصل 30% عام 2030، ولله الحمد تجاوزنا المستهدف ب5% قبل 7 سنوات من الموعد، ولذلك لدينا الآن مستهدف جديد. الجميل في الموضوع ويعني موقف شكر لشركائنا في القطاع الخاص، لأنهم هم من عملوا هذا الإنجاز. اليوم عدد السعوديين في القطاع الخاص وصل إلى 2,400,000 سعودي شاب وشابة، بينما كان في عام 2018 1,700,000 سعودي. بمعنى أنه صافي الزيادة خلال هذه الفترة هي 700,000 سعودي تم في القطاع الخاص، وهذا بلا شك هو الفضل لله أولاً ثم لشركائنا في القطاع الخاص. أختم فيما يتعلق ببعض إنجازات قطاع العمل.
هو موضوع إنشاء منصة وطنية للتوظيف، منصة جدارات. وهذه المنصة هي منصة نوعية تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، هي للباحثين العمل من القطاع الخاص والعام، واليوم ولله الحمد أصبحت فاعلة ويتقدم لها أصحاب العمل والعاملين. فيما يتعلق بقطاع التنمية، تم تمكين ولله الحمد 120 ألف مستفيد ضماني خلال هذه الفترة. طبعاً لما نقول تمكين، أي أن الضماني بدل يكون يعتمد على الدعم الحكومي أصبح ممكن ومستقل ويساهم في الاقتصاد. ولله الحمد اليوم لدينا 120 ألف ضماني تم تمكينهم. أيضاً تم إطلاق عيادات تمكين، ولأول مرة في المملكة 7 عيادات تمكين في المملكة. دور وفكرة عيادات التمكين هي مساعدة الضمانيين على حل جميع المشكلات التي يمرون بها من تحديات في التوظيف أو في العمل أو في الصحة أو في الديون أو في الدعم. في ختام الجزء الأول من هذا الموضوع، بس بودي أن أذكر أنه ولله الحمد أعلنت القيادة قبل عدة أيام تمديد حساب المواطن لعام 25. فقط للتنويه، ما تم صرفه على حساب المواطن في عام 24 هو 41 مليار ريال. بلا شك هذا رقم كبير بكل المعايير لدعم المواطنين لمقابلة التحدي في زيادة غلاء المعيشة. وختاماً، في بنك التنمية الاجتماعي بلا شك قام الزملاء في البنك في ضخ 8 مليار ريال عبارة عن قروض لمواطنين، سواء كان مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو من العمل الحر، بحيث أن وصل عددها إلى 100 ألف. شكراً معاليك. معالي أستاذ يوسف، اليوم الحديث عن منظومة التعليم أيضاً يكتسب أهمية معينة، خصوصاً عند الحديث عن الميزانية مع اقتراب عام 2025. أيضاً نود أن نسلط الضوء أكثر على أبرز المنجزات اللي تستهدفونها اليوم في وزارة التعليم وتستهدفون تحقيقها. أيضاً كيف ستنعكس على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام في المملكة؟ في البداية أحب أن أشكر القائمين على هذا الملتقى، أخي وزميلي معالي وزير المالية ومنظومة المالية، كما أحب أن أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان استمح معاليك بس تقرب المايك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يلينها للتعليم من دعم. وأكبر دليل ما خصص في ميزانية عام 25 هو أكثر من 200 مليار ريال سعودي. طبعاً اليوم إذا تسأل عن 2025 لابد نتحدث قليلاً عن 24 والأعوام السابقة، حيث تعمل وزارة التعليم على العمل التراكمي على ما تم إنجازه، وهذه هي جزء من الثقافة المهنية التي يجب أن تعزز في منظومة الحكومة، أن العمل تراكمي والتحول تراكمي. طبعاً من أهم الإنجازات اللي تم دعمها في خلال عام 24 هي 4 مرتكزات رئيسية لمنظومة التعليم. أولها صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وهذا عمل تشاركي مع الجهات المعنية بتطوير المنهج لأهميته لصياغة الأجيال الحالية والمستقبلية. كما تم إعادة دور المعهد المهني وصدور قرار مجلس الوزراء لتدعيم دور المعهد المهني لتطوير المعلمين، الذي سوف يكون بمشيئة الله بوابة المعلمين إلى المدرسة. الجزء الثالث هو الموافقة على برنامج ريادة الجامعات، وكذلك مبادرة إعادة هيكلة وحوكمة المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، والجميع هي من مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بنظام أو الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، حيث تركز الوزارة على دورها المفصلي وهو التعليم، وفصل جميع الأمور التشغيلية إلى وأسنادها إلى شركة تطوير والقطاع الخاص. طبعاً هذا ما تم خلال 24، ولكن سوف نستمر بمشيئة الله في 25 بناء على الإنجازات التي تمت. يا
يعني لو أخذ على سبيل المثال اليوم تم عندنا الآن لله الحمد بناء وإعادة تأهيل أكثر من 580 مشروع بتكلفة أكثر من 2 مليار، بالإضافة إلى رصد أكثر من 166 مشروع إن شاء الله بتكلفة أكثر من 4 مليار خلال عام 25. لله الحمد والمنة استطاعت المملكة أن تضيف 3 مدن من مدن التعلم، وأصبحت 5 مدن من ضمن منظومة اليونسكو، واستطعنا أن نحصل على نمو متميز في الطفولة المبكرة، وهي جزء رئيس من دعم منظومة التعليم، حيث وصلنا إلى 34%، والمستهدف في مشيئة الله 90% ب 2030. 3 جامعات سعودية تم تصنيفها من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم. لدينا الآن من بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين أكثر من 10,000 طالب تم ابتعاثهم إلى أفضل 200 جامعات في العالم. استطعنا إلى تعزيز قدرة منظومة التعليم بتطوير قدراتنا لاستكشاف الموهوبين، حيث زادت نسبة الموهوبين خلال عام 24 أكثر من 10%، حيث وصل عدد الموهوبين الآن اللي تحت برامج تعزيز دور الموهوب والموهوبة إلى أكثر من 28 طالب وطالبة. الشيء الجميل كذلك أنه أضفنا إلى المؤسسة العامة أكثر من 40 مركز بحثي وتدريبي لتطوير المهارات التي يحتاجها إن شاء الله الطالب والطالبة. طبعاً إذا أخذنا هذه المعايير بشكل واضح سوف تستمر رحلة إن شاء الله 2025 على نفس النسق، وتعزيز هذه المبادرات لتجويد مخرجات التعليم. طبعاً اليوم لدينا شراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهم مكونين رئيسيين في منظومة التعليم، وأعتقد أن كل يعني قطاع له دور يجب أن يؤديه. نعم. والوزارة بمشيئة الله تعمل على يعني موائمة هذه القطاعات بحيث تؤدي مستهدفات رؤية المملكة 2030. لكن في الختام ودي أنوه أنه من أهم الأعمال اللي نسعى لها هو تعزيز وتمكين هيئة التقويم التعليم، لأن لها دور مفصلي في تحول منظومة التعليم، وهي والذراع ليقيم المنظومة. لذلك نعول بشكل كبير على دور الهيئة لتعزيز يعني الأداء المدرسي والجامعات، وبمشيئة الله هذه الرحلة تستمر بدعم الزملاء، وهذا اللي أعطانا اليوم من أهم الممكنات اللي تمت في عام 24 هو تعزيز دور امتحانات نافس. نعم. وكذلك التقويم المدرسي. شكراً عليك. شكراً الأرقام محفزة في أول جولة لنا في هذه الأسئلة، لكن أعود إلى جزء مهم مع المهندس أحمد. تحدثت قبل قليل عن انخفاض التاريخي في معدلات البطالة، هو إنجاز يحسب حقيقة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكن لعله من المناسب أن نلقي الضوء اليوم على الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل، جهود الوزارة أيضاً في تحقيق ذلك، والأبرز أهم التغيرات اللي شهدها سوق العمل خلال الفترة الماضية. طبعاً بس ودي أكد إنجاز البطالة للسعوديين هو إنجاز الحقيقة الحكومة ككل والقطاعات الاقتصادية، لأنه لولا زي ما ذكروا أصحاب المعالي النمو الاقتصادي اللي شفناه كان ما خلق وظائف، وبالتالي ما توظف السعوديين. بالتالي أنا أعتقد الإنجاز الأول هو لكل منظومة الحكومة. ولكن فيما يتعلق باستراتيجية سوق العمل، قدمت من الوزارة، عملنا على استراتيجية مدة 2 سنين، وقدمت المركز الحكومة، تم اعتمادها في نهاية عام 2020، واعتمدت ونفذناها من 21. اليوم خلال 4 سنوات الحمد لله استراتيجية سوق العمل نفذت بنسبة 84%. لذلك اليوم طلب مننا أن نحدث هذه الاستراتيجية، ورفعنا باستراتيجية جديدة طموحة جدا تنقل سوق العمل السعودي إلى مصاف أفضل أسواق العمل العالمية، والآن هي في مركز الحكومة إن شاء الله للاعتماد المرحلة الثانية منها. أيضا فيما يتعلق بالتوطين النوعي، وهنا موضوع مهم، بدأنا بتوطين 1 وتوطين 2، إلى يومنا هذا التوطين النوعي وظفنا ولله الحمد 300,000 سعودي وسعودية في مهن نوعية، مهنة المحاسبة، الهندسة، الصيدلة، فني الأشعة وغيرها من المهن. وهذه المهن بلا شك تحتاج إلى أسلوب مختلف
في التوطين. عملنا على تنظيم نظام تعديل نظام العمل، عدلنا أكثر من 38 مادة في نظام العمل. أطلقنا منتجات تأمين مهمة، تأمين للعمالة المنزلية، تأمين لعمالة سوق العمل، هدفها أنه في حالة لا سمح الله تعثر هذه الشركات مثل هذا التأمين يحل هذه المشاكل. أيضاً فيما يتعلق في المهارات، وهذا موضوع مهم جداً وموضوع المهارات دائماً في حراك، أطلقنا 12 مجلس قطاعي للمهارات، مجلس صناعي، زراعي، سكني، عقاري وإلى آخره. هذه المجالس للقطاعات هي بين القطاع الخاص والحكومة لمناقشة المهارات المطلوبة في سوق العمل، وأيضاً تغيير يعني مخرجات التعليم بما يواكب. أطلقنا منتج وعد، وهذا المنتج مهم جداً بالشراكة مع القطاع الخاص. كان الهدف أن نصل 1,000,000 فرصة تدريبية، إلى يومنا هذا الحمد لله حقق 1,300,000 فرصة تدريبية. فيما يتعلق برضا المستفيد، وهنا أنا يعني أقدر أقول هي قصة نجاح تجير الحقيقة لكل العاملين في العمل والحراك الرقمي والأتمتة، كان في وزارة الموارد البشرية في قطاع العمل يزور الوزارة في كل فروع المملكة 60,000 مستفيد كل شهر. 60,000 مستفيد كل شهر. بعد ما أطلقنا خدمة الأتمتة واستهدفنا أن نصل 0 زيارات من المستفيدين، اليوم لدينا 3,000 مستفيد في كل شهر، يعني من 60,000 إلى 3,000. وحتى عندنا فروع زي فرع الحدود الشمالية وجازان الآن لديهم زيارات صفرية، أي لا يأتي أي مستفيد لفروع الوزارة، ولذلك نفكر بماذا نعمل في هذه الفروع وما هي مستقبل، وبدأنا أطلقنا فروع افتراضية. لذلك أنا أعتقد أنه ما تم فيما يتعلق بالرحلة الرقمية كانت رحلة مميزة، وبإذن الله مستمرين. أختم في المؤشرات الدولية، أنا أعرف أني تجاوزت الوقت، لدينا الحمد لله أرقام مميزة في المؤشرات الدولية. شكراً عليك. أستاذ يوسف، اليوم الحديث عن الميزانية يرتبط دائماً بتحقيق كفاءة الإنفاق، وهنا أود أن أسأل في إطار السعي لتحقيق هذه الكفاءة تحديداً ضمن منظومة التعليم، وهي أحد القطاعات التي تأخذ حيز كبير جداً من الميزانية، الخطوات أو الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستدامة المالية وكذلك تحسين مخرجات التعليم. طبعا في وزارة التعليم احنا ننظر لموضوع كفاءة الإنفاق بمنظور شامل، فرجعنا على عملية تفعيل دور النظام التشغيلي في الوزارة، لأنه كفاءة الإنفاق ليست مسؤولية القطاع المالي أو الخدمات المشتركة، هي يعني شراكة تضامنية تكاملية مع القطاعات المختلفة. لذلك حرصنا على أن يكون عندنا كفاءة، تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، دعم خطة التحول، بالإضافة أن يكون لدينا يعني وضوح في عملية نشر ثقافة قبول هذا التحول من ناحية مؤسسية، وإعطاء فرصة لجميع القطاعات أن تكون بدورها للوصول إلى المنتج الأخير. طبعا هذا يعزز الاهتمام بعملية التخطيط، يعزز الاهتمام بإعطاء دور لإدارات الأداء، كذلك الاستثمار زي ما ذكر معالي وزير المالية أثناء حديثه عن أهمية دور التحول الرقمي في هذا العمل. بالنسبة لنا حنا، كفاءة الإنفاق تظهر في جودة مخرجات التعليم. اليوم الحكومة ولله الحمد تسعى إلى دعم منظومة التعليم بكل ما تستطيع، وهذا واضح مما ذكر في الميزانية الحالية والسابقة. كذلك اليوم البرامج اللي أعطيت لوزارة التعليم هي برامج يعني مهمة جدا للحرص على جودة التعليم. واجبنا اليوم حنا في منظومة التعليم الاستفادة من هذه الدعوم من الميزانية لتوجيهها إلى المدرسة، المعلم، الطالب، الجامعة، لأنهم هم محور النجاح. لذلك طبعا حنا فصلنا الامور التشغيليه اليوم عن الوزاره واسندها الى اهل الاختصاص اللي يعرفون كيف يتعاملون معها، سواء في بناء المدارس، الصيانه، المشتريات وغيرها. خفضنا ادارات التعليم من 47 الى 16،
و 50% من مكاتب الإشراف الآن، وفي نهاية 2025 بمشيئة الله حيكونون تنتقل عملية الإشراف إلى المدارس، معناها نحن نقرب إلى المدرسة، وبالتالي يتم التوجيه جميع الموارد والدعم للمدرسة، وهذا بنعكس بمشيئة الله على كفاءة الإنفاق. الملحقيات الخارجية خفضت من 32 إلى 6 ملحقيات لتركيز الدعم، وأهم من هذا كله هو نشر ثقافة يعني أخذ رأي المستفيد في عملية الخدمات المقدمة. أعتقد هذا هو سر كفاءة الإنفاق. شكراً معاليك. أنا عندي دقيقتين، اسمحوا لك اسمها بينكم. تفضل. لأنه الجماعة بيغرمونا ترى إذا ما خلصنا بدري. نحترم الوقت. معالي المهندس أحمد، اليوم الحديث عن التنمية الاجتماعية من المهم جداً أنه نبرز دورة بعد رؤية السعودية 2030 والتركيز اللي توجه إلى هذا القطاع. أبرز الإنجازات اللي تحققت فيه. شكراً. والحقيقة أنا في ظل دقيقتين الحقيقة من الصعب الواحد يتحدث عن قطاع مهم. قطاع التنمية الاجتماعية هو قطاع مهم جداً، ويتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، الضمانيين، والقطاع الغير ربحي وغيرها من القطاعات المهمة. ولكن من أهم هذه الإنجازات تم إعادة تصميم 152 برنامج يقدم من 18 جهة، دعوم تقدم للمواطنين قيمتها 120 مليار. الرقم كبير والدعم كبير، ولكن يحتاج إلى إعادة توجيه وإعادة استهداف. تم إعادة تصميم هذه البرامج. فيما يتعلق بالتعاونيات، الحمد لله زادت بنسبة 100%. اليوم الحمد لله مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم يأخذون، جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يأخذون خدمات رعاية نهارية بالكامل، وعددهم 35,000. موضوع المسؤولية الاجتماعية اليوم الحمد لله تحقق، أن في عام واحد تم دعم 4 مليار ريال. برنامج مهم جدا وهو برنامج سخاء، فكرة سمو ولي العهد، وهو موجه للباذلين في العمل الخيري، للمشاريع النوعية مثل مستشفيات، جامعات. اليوم الحمد لله أصبح عندنا التزامات بمشاريع بستة مليار ريال. أختم بموضوعين. القطاع الغير ربحي قفز بنسبة 222% كعدد جمعيات، والمتطوعين، وهذه آخر نقطة، كان هدف الرؤية أن نصل إلى 1,000,000 متطوع عام 2030. في هذا العام سوف إن شاء الله نصل إلى 1,000,000 متطوع. وبالمناسبة هذا بس يبين نوع الشعب السعودي وحب العمل الخيري وعمل التطوع عند الشعب السعودي. لما نقول 1,000,000 متطوع في عام 24 هو 1,000,000 متطوع مختلف، يعني الشخص اللي يعمل أكثر من فرصة تطوعية لا يحسب مرتين. يعني 1,000,000 شخص قدموا عمل تطوعي في عام 2024، وهذا كان الهدف أن نصل له في عام 2030. اليوم عملنا مستهدف جديد أن نصل إلى 1,500,000 إن شاء الله في عام 2030. شكراً معاليك. معالي وزير التعليم، يمكن الحديث والله أنا أحترم الوقت، أنا أحترم الوقت. شكراً جزيلاً لك. أحترم الوقت أبداً، ويقول أن حنا أنشأنا إدارة للمؤسسة المجتمعية، وبحترم الوقت ووقف هنا، بس لازم نشوف مرة ثانية غير معالي الراجحي. كل ما أجي معها أصير معي زكمة، ما أدري ليش. شكراً جزيلاً لك.